الفيفا هيطبقوا 8 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم. خلونا نفهم أكتر حول هذه التعديلات، ماذا كانت وإيه الجديد اللي هيتعمل من الحكم الدولي كابتن جهاد جريشة. أهلا بيك يا فندم. يوسف مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. إزاي الصحة؟ والله الحمد لله كله تمام يا رب دايما. إيه بقى التعديلات الجديدة يا فندم؟ بص يا استاذ يوسف، هو التعديلات ده مش نبقى الجمهور فاهم، دي بتبقى يعني التعديلات دي بتبقى ضروره ملحه من المجلس التشريعي للاتحاد الدولي لكره القدم ايفاب للاحداث اللي حصلت في كاس العالم، البطوله الاكبر في على مستوى العالم، البطوله كاس العالم اللي فات، وبالتالي بيتكلم على احداث حصلت فبيعدل القانون على اثرها، وبالتالي عشان تتوافق مع التطور الطبيعي لكره القدم. عظيم. يعني هنكلمك على النقط على طول، نخش مباشره على النقاط. كانت تفتكر حضرتك مباراه نهائي كاس عالم فرنسا والارجنتين، ودخول لاعب من الارجنتين ساعه تسجيل هدف، وكان وقتها فرنسا قومت الدنيا، الهدف غير شرعي والكلام ده، فهم راحوا معدلين في القانون، قالوا ايه؟ قالوا لو في شخص نزل الملعب، شخص غير مصرح ليه بنزول الملعب، من الفريق اللي سجل الهدف يلغى الهدف واحتسب ركله حره للفريق المنافس، لكن لو الشخص ده من الفريق اللي تم تسجيل هدف فيه، الهدف احتسب هدف شرعي مش مشكله. ده نتيجه للي حصل في كاس العالم اللي فات، وبالتالي بنتكلم على حدث حصل وبالتالي تم تعديل القانون عشانه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مصر في نفس المباراه بنتكلم على حارس، تفتكر حارس مرمى الارجنتين، الحركه الزياده اللي كانت على خط المرمى. أيوه. وتشتيت اللاعب اللي بيشوط سواء في ركله الجزاء او في ركلات الترجيح ويمسك الشبكه ويتحرك يمين ويتحرك شمال، يوم عدلوا في القانون قال لك حارس المرمى في حاله تنفيذ ركله الجزاء او في حاله تنفيذ ركلات ترجيح غير مسموح ليه بتشتيت المنافس بالحركه الزياده بالكلام الكتير بالكلام ده، الحكم في الاول بيحذره، وبعد كده لو اصر على نفس السلوك بيديله انذار، ولو اصر على نفس السلوك بعد كده يديله كارت احمر، ده تعديل جديد نتيجه الاحداث اللي حصلت في المباراه. ماشي. الحاجه الثانيه برضو زودوا حاجه، قال لك الحكام المساعدين من حقهم يساعدوا الحكم في الاحداث اللي الحكم ما بيشوفهاش، كان قبل كده الحكم الرابع مش مصرح بيه ده بالحاجات دي، لا دخلوا الحكم الرابع كمان من ضمن الحكام اللي ممكن يساعدوا الحكم لو راى احداث الحكم ما شافهاش، من حقه يساعده في الاحداث اللي ما شافهاش في المباراه. اوكي. في حاجات ثانيه بنتكلم على الوقت المحتسب بدل ضائع، كانت تعليمات في كاس العالم اللي فات انت احتسب الوقت بما يساعد ان كل فريق ياخد حقه بالنسبه للوقت، فكانتش موجوده في القانون، دي كانت تعليمات بطوله، هم بقى عدلوها في القانون، قال لك الوقت يحتسب بالكامل، ما عادش تقديري للحكم، بقى الوقت يحتسب بالكامل، وبالتالي ده موجود في القانون نص قانون، في اي وقت في تبديلات او احتفال بتسجيل هدف او تاخير في استلام اللعب الحكم بيحتسبه، ويحتسبه عن طريق مين؟ تعليمات ان الحكم الفي ار اللي موجود مع الحكم هو اللي بيحتسب الوقت بدل الضايع، والوقت بدل الضايع دلوقتي ما عادش تقديري، بقى امر واقع، فهتشوف بعد كده 13 دقيقه او 14 دقيقه او 15 دقيقه في الوقت بدل الضايع عشان يبقى اللعب فعلي في ارض الملعب. عظيم. دي كده اربع نقط بالظبط. بيتكلم بقى حاجه ثانيه، كان قبل كده لو انت بتاخد بطاقات صفراء او تحذيرات خلال المباراه لو توصل لركلات ترجيح كان الـ بيتم استكمال المباراه في الترجيح، لو خد انذار ثاني بيطرد. لا، فصلوا دلوقتي ركلات الترجيح عن المباراه، بمعنى ان انت لو خدت انذار في المباراه وعملت حدث في ركلات الترجيح تاخد انذار، ده مش انذار ثاني وطرد، ده هيبقى انذار الاولاني، وبالتالي فصل المباراه تماما على ركله الترجيح بالنسبه للعقوبات الانضباطيه. كويس. السادسه، كان في بيتكلم على قانون التسلل، كان في تفتكر معايا برضه حدث في كاس العالم هدف فرنسا تونس. اللاعب اللي لعب الكره براسه وكان في ضغط من المهاجم اللي كان موجود من مهاجم فرنسا على اللاعب تونس، فما كانش في ارتياحيه وبيلعب الكره، تم تسجيل هدف وتم الغاء الهدف، وساعتها كان الهدف ده كان صحيح وكان في خطا من الحكم بالغاء الهدف، فعدلوا القانون عشان يقول لك انت اللي امتى يسجل اللاعب في موقف تسلل الهدف ويكون صحيح، اذا استلم من المدافع اللي بيلعب بارتياحيه، يعني لعب متعمد بارتياحيه، مفيش فيه منافسه موجوده زي ما كان في هدف فرنسا في تونس، وبالتالي انا بتكلم على حدث حصل عدلوا القانون عشانه، عشان يبقى مفيش لغط، يبقى بالنسبه للعب لعب متعمد بس يبقى لعب بارتياحيه مفيش فيه منافسه من المنافس، حتى لو لعب الكوره وفي منافسه يعاقب اللاعب ده، لكن ما يعاقبش الا اذا لعب اللعب الكوره بمنتهى الارتياحيه وفي تعمد فيها. عظيم. سبعه. تمام. كان بنقول ان في القانون القديم بنتكلم على الفرصه المحققه تسجيل هدف،
لما تيجي تعمل عرقله مع المهاجم ويتم اكتساب ركله جزاء، لو ركله الجزاء دي فيها دبس او مسك او شد كانت تبقى ركله جزاء وطرد. لكن كنا بننزل من الكارت الاحمر الكارت الاصفر امتى يا يوسف؟ لما يبقى فيه منافسه على الكور في عرقله. فقال لك لا، مش كل عرقله تعاقب بانذار، في عرقله ومفيش فيها منافسه على الكوره دي هيبقى ركله جزاء برضه وكارت احمر، فزود العقوبه الانضباطيه في العرقله اللي مفيش فيها منافسه على الكوره، بعكس اي عرقله قبل كده كان يبقى في منافسه وبالتالي كارت اصفر بس. لا، فبدا يفرق بين العرقله اللي فيها منافسه على الكوره والعرقله اللي مفيش فيها منافسه على الكوره. عظيم جدا. النقطه الاخيره، النقطة الأخيرة، كان بيقول لي المدير الفني أحيانا بيحصل لغط في المنطقة الفنية، وواحد من الـ من الـ من الأجهزة الفنية الحكم ما يعرفوش، عمل مشكلة هعاقب مين؟ أنا ما شفتش مين اللي عمل مشكلة، يعاقب ساعتها المدير الفني اللي موجود، هو مسؤول عن المنطقة الفنية، وبالتالي عاقب المدير الفني مباشرة بدون تفكير، بدون ما وصلتش لارتكاب الخطأ. ده تعديل جديد في قانون كرة القدم، تعديلات مهمة وتعديلات مؤثرة، وكانت نتيجة للأحداث اللي حصلت في كأس العالم الأخير، وده طبيعي جدا في كره القدم. في تعديل بقى موجود، مش تعديل هيطبق السنه دي يا استاذ يوسف، بالنسبه للتسلل تعديل هيتم تجربته في دول كبيره زي فرنسا زي ايطاليا في مسابقات البراعم والناشئين، اللي هو عن طريق تسلل. كان ارسن فينجر المدير الفني الارسنال اقترح على المجلس التشريعي لكره القدم ايساب ان احنا عايزين نزود الاهداف، فنعمل ايه؟ يبقى التسلل يبقى بامتى؟ لما يبقى اللاعب متقدم بكامل جسمه عن اخر ثاني مدافع، مش جزء من الجسم او تقدم بجزء من الجسم. فقال لك هنجربها السنه دي في الناشئين والبراعم في دول كبيره زي فرنسا زي ايطاليا، والسنه الجايه ناخد بها قرار، يا اما نطبقها رسمي يا اما ما نطبقهاش، عشان نزود حصيله الاحداث اللي ممكن يتم تسجيلها الفتره اللي جايه. بس دي مش هتطبق على مستوى العالم، دي هتطبق تحت براعم وناشئين كتجربه، وبعد كده ياخدوا بقى قرار السنة الجاية هتطبق وتعدل ولا لا. طب التعديل ده عاجبني ليه بقى؟ لأنه أنا طول عمري مش لاقي منطق في فكرة إنه يبقى في حاجة اسمها تسلل أوف سايد. ما هو أنا لعيب أو أنا لاعب في فرقة كذا، أنا من حقي أتسلل وأوصل لحد المنطقة بتاعتي وأسدد الهدف بتاعي يعني، ولو ما تسللتش أمال مين اللي يتسلل يعني؟ لا، ما هو التسلل ده، ما هو ده قانون يا استاذ يوسف، اللاعب المتسلل مش من حقه يسجل هدف، انت في الاخر ممكن تدنك واقف طول الماتش في المكان ده عشان تسجل اهداف، فده مش موجود في القانون. لكن بنتكلم، ما انا نفسي يلغوه بصراحه موضوع التسلل ده. بص حضرتك، كان في الدوري الانجليزي تم الغاء اكثر من 25 30 هدف التسلل بالراس، التسلل بالانف، التسلل بجزء من القدم. بتتكلم على حاجات مستفزه للجمهور، حاجات بتلغي اهداف كتير، حاجات بسيطه خالص بتبقى عن التكنولوجيا. المليمتر بقى بيفرق في التسلل. انت شايف ماتش الاهلي وفلوتشر اللي فات، هدف لفلوتشر تم الغائه وكان هدف سليم بجزء يعني خطا من الفار. قبل كده كان ماتش الاهلي وفاركو وهدف للاهلي في ماتش فاركو وتم الغائه وكان هدف سليم بجزء من الجسم. بتتكلم عن اخطاء ممكن تحصل من حكم الفار وحكم الساحه. الاتحاد الدولي بيحاول يزود الاهداف وفي نفس الوقت يقلل اخطاء حكام الفار او حكام المساعدين. صحيح. وبالتالي التجربه دي لو نجحت السنه الجايه هتلاقي في عدد كبير، لو تم تطبيقها السنه، مش الموسم ده، الموسم اللي جاي، مش الموسم ال 2023 2024، هيبقى لو تطبق 24 25، لو نجحت التجربه هتلاقي في اهداف كثيره جدا كان بيتم رفضها من بدايه التسلل هيتم تسجيلها بعد تعديل القانون ده لو تم تسجيل. يعني انا طول عمري بصراحه ضد فكره فرض عقوبه على التسلل اصلا. والحاجه الثانيه ما كنتش بفهم يعني ايه تسلل بالانف، يعني مناخيري هتروح فين يعني؟ هتودي تعمل ايه؟ ما هو يعني هو مع التكنولوجيا ما فيش بقى يعني ايه، خلاص ما هو بقى التكنولوجيا بتتكلم على المليمتر، بتتكلم عليها الرجل والكتف اللي هو مش لمسه يد، بتتكلم على حاجات بسيطه جدا ممكن يعاقب عليها اللاعب. وبالتالي هم بيحاولوا يزودوا، الاتحاد الدولي او الايفاب بيحاولوا يزودوا حصيله الاهداف. صحيح. فهو ده بالنسبه لهم كان التعديل الجوهري، بس القصه برضو عايزه دراسه وعايزه يشوفوها ويشوفوا مدى نجاحها عشان يقدروا يطبقوها الموسم بعد القادم. يا ريت يعرفوا يطبقوها دايما وتعمم. انا بشكرك جدا يا كابتن جهاد، نورتنا وشرفتنا الحكم الدولي كابتن جهاد جريشه، كان معانا على التليفون لشرح الثمان تعديلات الجديده اللي اقرتها الفيفا او الاتحاد الدولي لكره القدم.